معي فوبيا من البحر. مرة أنا وزيري كنت عم بسبح ولو ما كان الموت من جار حدي كنت متت. ومن وقت أنا وقاف. طالما أنا حدك ما تخافي. أيوة إنه أنا هلا لازم أطمن يعني. شو نسيتي إنك مرتي؟ والله شو؟ إنه مش هيدي الحقيقة؟ بلا. بس هيدي الحقيقة عم تخليني أخاف بزيادة. شكلك كتير متوترة. لازم تكوني ريلاكس. ولو بعد بدنا ننزل نسبح. شو؟ أنا بدي أنزل أسبح؟ مستحيل. وأنت ما بدك تسبح؟ ولا كمان ما بتعرف تسبح؟ لا ربا بسيطة. شو بدك تعمل هلا؟ صدقيني إذا بقول لك ما بعرف. بتعرفي أنا البحر ما بيقول شو صار؟ جاهز؟ لشو؟ شو لشو؟ إن شاء الله فكرك جايين على نص البحر لحتى نستمتع بمنظر بدنا نسبح. والله يا ابن العم إذا بدك تستمتع بالبحر أحسن شي تتفرج عليه من بعيد بدون ما تغوص فيه. أنا هيك علمتني الحياة. لو بدنا نتأمل وكنا بقينا على الشط لازم نتعرف على السباحة على الغميق. لا معلش أنا بفضل أبقى أنا ومرتي هون نشرب كاس على اليخت. يا عمي السباحة بتنشط الدورة الدموية، صحة، كلها صحة. أنا الدورة الدموية تبعي تمام. تفضل تنزل أنت ومرتك تسبحوا تحت وأبقى أنا ومرتي عم نتسبح لها. لا جهاد. إذا سبحيتوا على قده بلا ما نحرجوا. بدنا ننبسط. ما بدنا يصير شي معنا مش حاسبين الحساب. لمار أنا بسبح كتير منيح. بس المشكلة إني ما بحب سلم روحي لحدا غدار وما إله أمان. مثل البحر. شو هالفلسفة؟ ما تعطى الهم، أنا رح كون معك بالماي، ما تخاف. حقني بسرعة. خليك يا عقلي مثل ما بعرفك. على فكرة بحبك بس تتذاكى. وأنا بحبك كمان لما تشغلي راسك. ها؟ يعني اعترفت أنك بعدك بتحبني. خلص ما تخاف أنا ببقى معه. إياد خايف ينزل ويترك رنا لوحده هون. لا مش مشكلة إذا أنت معه أنا رح كون مطمن. جاهز؟ أنا دايما جاهز.
مين اللي بيرن؟ ميرفت. ايه؟ عايزه ايه؟ ما عارف، اكيد جيت على بالها فقالت اما نكد عليه شويه. طب ما ترد عليه. مش هتبطل رن غير لما ارد، انا عارف. رد عليه. طب والنبي يا فرح كملي انت التشيك اوت عقبال ما نرد على السيف ده. ماشي. تعالى. ايوه. عايزه ايه؟ اسألها، مظبوط اللي عم يقولوا الجيران؟ شو عم يقولوا الجيران؟ بيقولوا إنه بنت المعلم حرقت حالها. شو هلك الهوى اللي عم تحكيه؟ طول بالك ما حكينا شيء، أنا عم أقول لك شو سمعت من الجيران، قال بنت المعلم حرقت حالها بعد ما هرب عريسها وما أجى على العرس. لك هي أراد ناس، عيب عليك هالحكي، قاعد عم تسمع من الناس والعالم بدل ما تسكتهم. شو في أنت وياه؟ ما في شيء معلم، ما في شيء. يلا كل واحد على شغله. أمرك معلم. أمرك. آخر مرة بسمع منك هالحكي. شو حكينا؟ اشتغل على مصطفى. ها على حساب ما بتعرف تسبح. بعرف بس بحب اتفرج على البحر اكثر من السباحه. ليه عم تحسسني انك رجل مفاجآت؟ انا عم بتزيد. والله ما بحب السباحه انه ما بتعني لي كثير يعني. طيب نكمل. انا برايي نرجع على اليخت احسن ما يضلوا صبايا لحالهم. شو رايك؟ مش غلط. يلا يا الإصرار عنا بالعيلة وراثة. أحياناً بسموه عناد بس نحن بنسميه إصرار. لهيك الله خلقنا بنت ما بتعرف تنسحب. شو قصدك؟ قصدي طالما بتخافي هالقد من المي، لشو جيتي؟ المطرح اللي ما بتقدري تواجهي فيه ما تيجي عليه من الأساس. إياد أنا عني إجي. آه ولا؟ وينه اياد هلا؟ ترك يكون نزل على المي. راح عند اكثر شيء بتخافي منه. بتعرفي شو؟ اصلا انا بطلت خايفه. بلش استمتع بهالمنظر الحلو. حلو. لكن اشلحي هيدي. لا. اوكي. سوري. فكرتك عن جد بطلتي خايفه. يا عادل افهمني أرجوك، أنا مش محتاجة أسلم قضايا من النوع ده. المهنة بالنسبة لي مش تجارة. ومين قال إنها تجارة؟ وبعدين أنت ليه بتتكلم عن القضية دي وكأنها قضية أخلاقية؟ هو أنت هتدافع عن مومس؟ لأنها بالنسبة لي قضية أخلاق، وأنا مش هسلم القضية دي حتى لو اضطريت أسيب المحاماة. يا ميرفت أرجوك افهميني، أكيد الست دي ليها مبررات خليتها تطلب الطلاق من جوزها. في حلول تانية غير الطلاق. ممكن أكون طرف التفاهم مع جوزها، لكن طلاق لا، وخصوصا إن في أولاد. يعني انت فاكرة انها طلبت الطلاق على طول كده من اول مرة؟ اكيد حاولت بكل الطرق اللي بتتكلم عليها. ما ينفعش، مش مقتنعة. لازم تفكر في ولادها. يا ستي اذا كان ده امر ربنا، ربنا نفسه حل الطلاق. بس ابغض الحلال وكرهه علينا. بصراحة انا مستغربك قوي، اللي عملتيه عشان تطلعي من حسام يخلينا اتعجب من رد فعلك ده. اللي انا كنت عايزاه من حسام حاجة تانية خالص. انا ما كنتش عايزة حسام يطلقه. الست لما تطلب من جوزها الطلاق بتدعي في قلبها يا رب ما يقولها. اوكي خلاص، انا هاخد القضية دي بدالك. براحتك. ادخلي يا حسام، ادخلي. تعالى هنا. انت اكيد بتدخلني علشان كده مش عايز تخلف ولا تاني مني، صح؟ عايز تروح تتجوز واحدة تانية وتخلف منها. بتدخلي يا حسام. خونك ايه يا مجنونة؟ ما بلاش هبل بقى واوهام في دماغك. في ايه؟ انت كل يوم بتطلعي باسطوانه جديده. وبعدين هو اللي يتجوزك ممكن يفكر في ستات تانية اصلا. انت ايه ما بتسحقيش؟ كل يوم نكد نكد نكد. ايه؟ انا ما بنكدش.
يا بنتي عقلي اعقلي بقى وبلاش وصفه الجنان بتاعت كل يوم دي. انا مش مجنونه، انا زهقت. طب ايه مش عايز تخلف مني ليه؟ مش راجل جوزي؟ مش راجل انا؟ مش عايشه مع راجل؟ مش راجل انا، راجل غصب عنك. وبعد الكلام ده ايه؟ عيب البيوتون تضربني؟ ماشي يا حسام، ايه ما وريتك؟ تعالي هنا، انت رايحه فين؟ سرحانة في ايه؟ هو انت اتضايقتي عشان قلت هاخد القضية مكانك؟ انا؟ لا طبعا، انت حر. انا بس افتكرت حاجة ضايقتني. واضح انها مضايقاكي قوي. الحياة كلها بقت مزعجة، والذكريات كلها بقت مؤلمة. لو هتكوني بتستمتعي بالألم زي ما بتستمتعي بالكرة. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. مساء الخير امي. اهلين امي، يعطيك العافيه. الله يعافيك. يو شباك اخوها لمعايا اليوم تهجم علي بالمكتب. يا لطيف، ليش هيك عم يصير معنا يا امي؟ ليش؟ حسبي الله ونعم الوكيل، طيب والعمل. مش طالع بإيدنا شي غير إنه نسكت وناكل هوا، والسيد تيم غرقان بالعسل، بس إن شاء الله يكون مبسوط. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. منين عم تنزل علينا هالمصايب يا ربي؟ منين؟ من عند ابنك. ترى لبعاد مشتاقين؟ يمكن هلا يا ميوش لبعاد مطايقين يسمعوا اسمي. اللي بيعرفك مستحيل يكرهك. مشتاق؟ يمكن. احنا هلا مع بعض اللي حلمنا فيه كل عمرنا، ما في قوة بالدنيا بتبعدنا. الناس اللي تركناهم ودرنا ظهرنا ومشينا، شو عايشين فينا وبلانا عايشين، بس انت حاج تعذب حالك. ليش مضطر تقدم مبررات لكل الدنيا وتقنعهم باللي نحن عملناه؟ هيك بدك؟ مشي تعال ننزل نقعد مع هالمره نحكي لها قصتنا، ليش هيك عملنا ولوين وصلنا؟ ولا بنحكي القصه لهالختيار؟ والله منسلي قاعد عم يصطاد سمك. نقعد من برا.
الاوضه دي ايه؟ الاوضه دي بتاعت البرايفس. الاوضه دي بتاعتنا احنا، اوضتك انت تحت. بس انا عاوز الاوضه دي. يا ابني الاوضه دي كبيره عليك جدا، خليك في اللي تحت. الاوضه الثانيه ما فيهاش بلكونه، انا عاوز الاوضه دي. مش عاجبك الاوضه اللي تحت دي؟ ما قلت لحضرتك الاوضه التانيه ما فيهاش بلكونه. ايوه حبيبي، بس هو ما ينفعش انت تاخد الاوضه الكبيره وانا وطنط فرح ناخد الاوضه الصغيره. ليه؟ اقول لك انا ليه؟ طالما انت سالت انا جاوب على طول. لان حبيبي احنا الاثنين كبار وانت صغير، يعني احنا اثنين وانت واحد. لا واحد ايه، انت ربع، ما كملتش واحد، صح؟ فما ينفعش، عيب. ما اقتنعتش يا بابي. ما اقتنعتش يا بابي؟ طب ايه رايك بقى ان انت هتقتنع؟ هقنعك يعني هقنعك، قول حاضر. قول. حاضر. هتاخد الاوضه الصغيره، خلاص احنا اتفقنا. خالص. لا متعصبة حبيبتي. انت ليه مش عايزه تتعاملي مع كرم على انه طفل صغير عنده مشاكل نفسيه محتاج معامله خاصه لغايه لما يعدي المحنه اللي هو فيها؟ ليه؟ هو انت شفتني قلت حاجه؟ في ايه؟ في ايه يا حسام؟ لا انت ما قلتيش حاجه، انت عملتي حاجه مقموصه ومتعصبه ومش طايقه نفسك. بصي يا فرح، انا في موقف زي ده قدامي حل من اتنين، يا اما ازعق له وابهدله واغصبه واجبره انه يخش اوضته غصب عنه، يا اما اتكلم معاه بالعقل بالسياسه بالهدوء وساعتها ممكن يقتنع. انا شخصيا راجل بيميل للدبلوماسيه والحكمه اكتر من العنف. يعني وافق؟ وافق بس بالعقل بالهدوء بالسياسه مش بالغصب، لانه لو بالغصب هيكره الأوضة وهيكرهنا احنا كمان مدى الحياة وهيحاول يضايقنا في أي وقت. أهم حاجة إنه يقتنع يحب الأوضة بتاعته مش يبقى مجبور عليها. صدقيني فروح حبيبتي عشان خاطري حاولي تفهميه وتستوعبيه، والله كرم ولد طيب جدا محتاج بس شوية اهتمام مننا. حاضر، أوعدك أوعدك إن أنا هفهم وهتقرب منه وهجهز له أوضته بنفسي. ايه رايك حبيبتي؟ ربنا يخليك ليا. يلا. مش هتوصل القهوه معايا؟ لا ما ينفعش حبيبتي، عندي اجتماع مع المنتج ومتاخر عليه ولازم اروح دلوقتي حالا. طيب اشرب قهوتك مع المنتج بتاعك. اقول لك على حاجه، ابو ام الاجتماع على ابو ام المنتج شخصيا، والله اللي انا شارب القهوه. بس انت لما بتصبي فنجان القهوه كده بينزل فنجان عسل. يا نعم استاذ كرم. اتفضل وريني الاوضه الثانيه. حاضر يا فندم. ثانيه واحده استاذ كرم، ثانيه واحده. شفتي؟ بسياسه بالعقل هدوء. اتفضل يا باشا، اتفضل حضرتك. اوضه صغيره؟ اتفضل حضرتك، اتفضل. أنا سباحة هوايتي المفضلة. تعرف من أي متى بسبح؟ من وقت ما كان عمري 5 سنين. طبيعي، ما أنت ابن بحر. وأنت يا ابن الكلب، أنا بفرجيك يا إياد أنت وهيدي الهبلة يلي حدك. Thank you.
كل ما بسمع هالغنية بحس حالي عم طير بحبك. طيب شو قلتي؟ بدنا نروح نسبح سوا بكره؟ عبالي اسبح معك. بدك تغرقني اياه؟ كيف بدي غرقك اذا انا غرقان بحبك وبجمالك؟ شو قلتي؟ اوكي، بنعمل جروب هيك بنقول للصبايا والشباب وهيك بركي بنروح كلنا سوا. ما بدي لا شباب ولا صبايا، بدي يكون انا وياك بوحدنا، انا وانت والبحر. شو؟ ديل. ليه قاعدة لحالك؟ ليه مانك قاعدة معنا؟ عم بلعب كاندي كراش على فيسبوك. شو صار؟ ما بعرف، وقعت لحالها. اياد انا رح لاقي لك، تعال من هون. تقيني إذا بتريد، إذا ممكن معلش بس شوي. هي شو بدها؟ معلش تخليني أحكي تليفون من عندها. فوت انقبر لجوا حاشك لعي. شو ما بتفهم أنت؟ مشان الله الله يوفقك، بس خليني أحكي تليفون مع أهلي طمنهم. ما قلت لك ممنوع؟ شو ما بتفهم أنت؟ مشان الله بحكي معهم على السريع، وصدقني إذا خبرت أهلي ما بتكون إلا رديهم. شو الرقم؟ 0944
ستة خمسة اثنين ثلاثة واحد ستة. الو الو امي، الله يخليكي الحقيني، انا بالنظارة. شو عم بتقول؟ بأنو مخفر؟ طيب طيب امي، بس الله يخليكي بسرعة، انا ما عاد فيني اتحمل. لك حاجتك بقى هالتليفون. امي انت منيح؟ هالتليفون يلا يلا بسرعة. ايه يلا. الو يا عدل، على هالاخبار الله يوفقك. معلش بس احكي تليفون تاني. لك شو رايك دقلك لصاحبتك تقعد تطحنها ساعة انت وياها؟ شو جايبينك تطحنها؟ فوت انضرب لجوا يلا. الله يخليك. هالتليفون. سمعت زوجتك بالوسط الفني كمان؟ يعني تقدر تقول كده. هي كاتبه برضه بس لسه مبتدئه، يعني لسه ما عملتش حاجه. طيب شيء حلو، ممكن تساعدك تسلمنا على بكير شوي. شوف يا استاذ بير، انا من المؤلفين اللي بيشترطوا على المنتج في العقد انهم ياخدوا وقتهم في الكتابه. انا ما بعملش غير عمل واحد في السنه، فبحب اركز فيه قوي واعيش فيه. تعرف بقى الكاتب بيبقى كائن مزاجي، ما بيكتبش غير لما موده بيجيبه على الكتابه. اكيد اكيد يا استاذ حسام، اسمك معروف في الوطن العربي كله. الله يخليك. طيب نتكلم بقى في شويه تفاصيل. اوكي، شو رايك بترشيحات النجوم؟ قريتها بس مختلف معاكم في شويه اسماء. بسيطه نحكي نشوفهم. اوكي، انا كاتب لحضرتك كشف بالاسماء المقترحه. مدام انا ما فيني طالعه، ابنك متهجم على واحد بقلب مكتبه، يعني القصه كبيره كثير، انا ما فيني ساعده بنوب. يعني بده يطول عنكم؟ اطمني عنا، ما راح يطول. نحن بكرة الصبح راح نحوله على النيابة، والقاضي هو صاحب القرار بإخلاء سبيله. لذلك يا مدام أنا بنصحك تحلي الموضوع بالتراضي مع الشاكي، لأنه هو صاحب الحق بالمطلق. احترامي سيدي، الموقوف فادي. فوتوا يا ابني. حاضر سيدي. أنا رح أترككم 10 دقايق مع بعض. كتر خيرك. فادي، أنت منيح يا أمي؟ لك أمي على مين متهجم ومين ضارب؟ والله أنت ما عندك هالمشاكل. والله يا أمي، أنت هي اللي جابت المشاكل. مايا، وين لقيتها؟ وين بدي لاقيها؟ ما هي هربت على لبنان. شو؟ شو عم بتقول؟ يا ريت القصة وقفت على هيك. فادي قل لي شو عم بصير؟ قلبي عم يشعل نار. أمي، أمي بنتك تجوزت. شلون يعني تجوزت؟ ومين هذا اللي تجوزته؟ وليش لحتى تهرب على لبنان؟ لا أنا والله ما عم بفهم شيء، فهمني. احكي لي، احكي لي فادي، شو عم بصير؟ بنتك تزوجت شاب مسلم. على فين؟ ظاهرة. لا والله. وظاهرة فين بقى إن شاء الله؟ بدي خلق بالفيلا جوا، ما بقى فيي، بدي اطلع عشان شوية هوا. ده على أساس إيه؟ يعني ما فيش هوا هنا في الفيلا ولا إيه؟ خلاص ريحي نفسك وإحنا نجيب لك الهوا لحد هنا. شو بليز، ماني بالمود أبدا. أوكي. تفضل. باي. باي. ياسين. أكيد طبعاً مش رايحة لماما. لا مش رايحة أشوف ماما، رايحة شم هوا. تفضل وراها، ما تغيبش عن عينيكوا لحظة واحدة. حاضر. مش عم صدق يلي صار، مش عم صدق. أنت شو عملت؟ شو كان بدك إياني أعمل يعني؟ نحن بورطة وأنت منك حاسس. بورطة شو؟ جهاد، شو حتقله هلا؟ ما راح أقول له شيء،
هو اساسا لو مطرحي كان عمل مثلي. بس انا اخته مش عشيقتك السابقه. لا هو بيعرف هيك معلومه؟ طمن هلا اكيد بيكون عرف. رنا فهميني بقى وحجم وطوره. مش مهم انا اللي افهمك صدقني، المهم جهاد. طيب شو رايك اذا بقول لك اني مطمن؟ مطمن؟ مطمن وكثير. حتى نشوف كيف بقى؟ لمار القصه بلشت عندها وبتخلص عندها. شو قصدك؟ لمار بتحلها صدقيني. بذكاء. مرحبا. مرحبتين. عفوا هون بيت تيم؟ هون بيته. مين حضرتك؟ حضرتك امه لتيم؟ اي نعم انا امه. بس مين حضرتك ومنين بتعرفي لابني؟ انا امه لمايا. تفضل. اهلا وسهلا. يا تايم يا حبيبي، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ لا انا الحمد لله حبيبي زي الفل. انت اخبارك ايه؟ بقول لك ايه، ما تيجي نتقابل يا معلم. فين؟ عارفه. خلاص يا حبيبي، مسافه السكه مش هتاخر عليك. يلا ماشي، باي يا تيوم. باي يا حبيبي. أنا ما عملت هيك لأزيل ابنك، وكل القصة أني طلبت منه أنه نقعد ونتفاهم لنلاقي حل لهاي الورطة اللي كلياتنا فيها. أم فجأة مثل المجنون نط علي وضربني؟ والله ما بعرف شو بدي أقولك، بس نحن وضعنا كتير صعب وخصوصا فادي. يعني أنت بتعرف فورة الشاب بهيك حالة. يلي صار فينا مو قليل، والله مو قليل. يلي صار فيكن يا ست انفادي اهون بكتير من يلي صار فينا، لانه ابني انا ترك بنت خالته بليلة العرس وهرب مع بنتك. قامت بنت اختي حرقت حالها، ويمكن تعيش طول عمرها بوش مشوه. واختي بطلت تحاكيني لانه جوزها حالف عليها يمين طلاق ما تشوفني ولا تحكي معي. لك شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. من شان الله يا اختي، خسرت بنتي الوحيده، ما بدي اخسر ابني اللي ما بقى لي بالدنيا غيره. خلص مو مشكله، بكره الصبح ان شاء الله بنزل على المخفر وبتنزل عن حقي بالدعوه. تسلم يا ابني، العذرة تحميك. يا كل ده حصل معاك يا تايم؟ ايه والله يا صديقي. طب وبعدين بنت خالتك بقى حصل معاها ايه بعد كده؟ هلا سيبك من بنت خالتي، احكي لي انت شو اخبار جوازتك الجديده؟ يعني معديه كويسه. لا والله
باين من وشك انه في شيء. في شيء؟ في كل شيء. ايوه. هي اكيد علاقة ابنك مع مرتك، صح؟ بالضبط. شو القصة حسام؟ مرتك ما عم تقدر تتقبل وجود ابنك بحياتك؟ لا بالعكس، دي ساعات بتعمل حاجات كثيرة قوي علشان ترضيه وترضيني، أنا ساعات بحس إنها متعاونة أكتر مني، بس المشكلة الكبيرة فيه هو، هو مش قابل حد يدخل حياتي، كأنه بيتصور إن أي حد بيدخل حياتي هيخطفني منه. بس الكبير لازم يستوعب الصغير، هي لازم تتفهم هالشيء وهي ست ناضجة وواعية. هذه بقى مشكلة تانية. بص يا تاني، أنا مراتي ضحت بحاجات كثيرة قوي علشان ترتبط بيا، بس ساعات بحس إن علاء بيظهر كده في حاجات تافهة وبسيطة ملهاش أي لازمة. أنا حاسس إن أنا عايش في البيت معايا طفلين. بدها هدوء، بدها عقل، بدها مسايسة. والله بحاول يا تاني، بحاول، بس المشكلة إنها مش قادرة تتعامل معاه لأنه طفل صغير، بتتعامل معاه لأنه ند، على إنه ضرتها مثلا. لا هي مشكلة، بدك تدير بالك. أنا بخاف بهيك حالات يكون في ردود فعل ما كثير مستحبة. لا 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 لا، أهم دايما أنا مش قلقان من الموضوع ده خالص. فرح طيبة وحنينة وبتحب كرم، مستحيل تأذيه، يعني أنا دلوقتي قاعد معاك مش قلقان خالص إنهم قاعدين مع بعض لوحدهم في البيت. طب عظيم، معناها الموضوع بسيط، بس أكيد محتاجة شوية وقت لحتى يقلشوا على بعض. يقلشوا؟ إيه يقلشوا دي؟ يعني يتعودوا على بعض. يتعودوا. يا أخي أنتوا السوريين ليكم لهجة خاصة بيكم، بس خلاص بدأتوا تنشروها في العالم كله، خدتوا توكيل مسلسلات تركيا يا أولاد اللذين. عفوا بس يعني. اتفضل يا حبيبي. إيه سامي؟ شو؟ كيف صرتي؟ معي خبر اني كان ممكن تموتي. ما بعرف شو صار لي، مع انه انا كنت اسبح كثير منيح. مش المشكله اذا كنت بتعرفي تسبحي منيح او لا، المشكله بالطريقه اللي كبيتي حالك فيها بالماي، ما بتسوى. حياتي خبرتك اني دخت وما حسيت حالي غير انا وبالماي. ليه قربتي هالقد على الحفه؟ كنت عم بحكي انا ورنا، انا مفكره حالي عم شجعها ما تخاف. طلعت بدي مين يقويني. قليلي هي شو بتخاف؟ خلاص بكفي. شو اللي بكفي؟